يواصل الناخبون الكويتيون الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي في فصله التشريعي 17. وتأتي هذه الانتخابات بعد حل مجلس الأمة السابق في يونيو الماضي والدعوة لانتخابات مبكرة ووسط استعدادات مكثفة من قبل الحكومة لمراقبة العملية الانتخابية واختيار النواب لمدة 4 سنوات مقبلة. وتجرى الانتخابات تحت إشراف القضاء ووفقا لنظام الصوت الواحد، وتتم عملية الاقتراع في يوم واحد من 8 صباحا إلى 8 مساء. وينضم إلينا الآن الكويت مراسلنا سعد العنيزي. سعد، أهلا بك معنا. إذن كيف يبدو الإقبال على التصويت الآن؟ نعم، الإقبال دائما في ساعات الصباح الأولى يكون الإقبال ضعيف وضعيف جدا، ولكن كما ما شاهدنا اليوم فإن الإقبال جيد في ساعات الصباح الأولى. من المتوقع أن يعني يكون شديد وكبير جدا خلال ربما 4 ساعات قبل إغلاق الصناديق، أي من الساعة 4 مساء بتوقيت الكويت إلى الساعة 8 مساء. نحن في الدائرة الثالثة، وهذه الدائرة هي أيضا الثالثة في عدد الناخبين، قرابة 140,000 ناخب لهم حق التصويت. نشاهد الآن خلفنا عملية الاقتراع تتم بشفافية كاملة وتحت إشراف قضائي كامل، ويدخل الناخب يتم يعني يعطي شهادة الجنسية، يتم مطابقة شهادة الجنسية مع سجلات الناخبين، سجلات الناخبين للمرة الأولى بتاريخ الكويت تتم طبقا للبطاقة المدنية، وذلك لمنع التلاعب بكشوف الناخبين. وهذا جزء من الحملة ومن الإجراءات الحكومية كثيرة التي اتخذتها الحكومة الكويتية لضمان نزاهة هذه الانتخابات، ومنها أيضا التصدي للانتخابات الفرعية القبلية، وأيضا يعني التصدي لظاهرة شراء الأصوات. إذا كان هناك حزم كبير اليوم نرى هذه، يعني طبعا نرى عملية الاقتراع تتم بشفافية كاملة وتحت إشراف قضائي كامل، وأيضا شاهدنا أن هناك فرق محلية ودولية كانت متواجدة وزارت هذا المقر اليوم لمراقبة الانتخابات والتأكد، وكانت طبعا عندما تحدثنا معهم أبلغونا بأن يعني التقييم الأولي بأن هذا الانتخابات تتم بشفافية. هناك بعض الإجراءات البسيطة التي نبهوا لها السلطات، واتخذت السلطات يعني إجراءات تعديلية تصحيحية حولها. إذن الكل في الكويت ينتظر ما ستسفر عنه هذه الانتخابات، ويأمل أن تكون هذه علامة فارقة في الحياة السياسية الكويتية لنقل الكويت نحو تنمية مستدامة. بكل تأكيد، تفضل بقى معي سعد. تنضم إلينا أيضا شبكة مراسلين لتسليط الضوء على هذه العملية الانتخابية وكيف تسير حتى اللحظة. ينضم إلينا أيضا من الكويت مفدنا سلطان البادي، وأيضا ينضم إلينا مراسلنا خالد كبة. دعني أبدأ معك سلطان، حيث متواجد أنت، كيف يبدو الإقبال على التصويت حتى اللحظة؟ نعم داليا، نحن بعد مرور أكثر عن 3 ساعات منذ بداية فتح صناديق الاقتراع هنا لازلنا نشاهد الأعداد الغفيرة من الذكور والإناث الذين يشاركون في هذا العرس الانتخابي هنا في دولة الكويت. نشاهد التوافد المستمر على المدارس التي اختيرت لتكون مراكزا للاقتراع. اليوم نحن موجودين في الدائرة 4 التي تعد ثاني أكبر دائرة من حيث عدد الناخبين وكذلك من حيث عدد المرشحين، وتحدثنا إلى السلطات التي يعني تشرف على اللجان الانتخابية. هناك أكثر عن 2000 ناخبة وصلوا إلى هذه المدرسة الموجودين فيها، وهي مدرسة مخصصة لانتخاب الإناث، ومن المتوقع أن تحصد هذه المدرسة وعدد الناخبين فيها إلى 10,000، فهناك رقم جيد في ساعات الصباح الأولى، ومن المتوقع أن تكون في الفترة المسائية أعداد أكبر فأكبر، وممكن أن تصل إلى يعني الطاقة الاستيعابية اللي هي 10,000 ناخبة ضمن هذه المدرسة. هناك أجواء شعبوية شعرنا بها كذلك أيضا لدى الناخبين الذين يعني مستمتعين بهذا اليوم الذي يمثل لهم انتخاب صوتهم في مجلس الأمة، الذي سيشكل لهم نقلة نوعية خصوصا في هذا المجلس الذي سميه في دولة الكويت بمجلس تصحيح المسار السياسي، وأن يكون هناك خط برلماني يسعى في بناء التنمية بالتعاون كذلك مع السلطة التنفيذية والحكومة الكويتية. فهناك العديد من الترقب الكبير أيضا لأسماء الناخبين الذي ستنتهي في تمام الساعة 8 مساء. بكل تأكيد، تفضل بقى معي سلطان. ننتقل الآن إلى مراسلنا أيضا خالد كبي. خالد،
كيف يبدو المشهد لديك وكيف يبدو الإقبال أيضا حيث أنت متواجد الآن؟ داليا، الإقبال لا يزال مرتفع منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الساعة. الإقبال مرتفع جدا، كل التوقعات كانت تشير بانخفاض عدد الناخبين خلال فترة الظهيرة، لكن على العكس تماما هنا المشهد يبدو عكس ذلك تماما. الإقبال مستمر وسط توقع بانخفاض خلال الساعات المقبلة على أن يرتفع عدد الناخبين بعد الساعة الرابعة عصرا كما جرت العادة في كل انتخابات نيابية، لكن المشهد مختلف في هذه الانتخابات عن الانتخابات السابقة التي شهدتها الكويت. ففي دورة الانتخابات 18 هذه وفي الفصل التشريعي 17 هناك هدف من رسالة أميرية طلب فيها أمير البلاد من المواطنين بتصحيح المسار في هذه الانتخابات وأن تكون عملية تصويتهم للأشخاص أو المرشحين الأكفاء بعيدا عن الاختيار المذهبي أو الطائفي أو حتى القبلي. التوافد لا يزال كبير هنا عندي في الدائرة الأولى منذ ساعات الصباح الأولى وحتى هذه الساعة، هناك أكثر من 100,000 ناخب في هذه الدائرة، هي الدائرة الأولى، يصوتون ل48 مرشح منهم 3 سيدات. سنوافقكم بكل جديد في النشرات المقبلة. بكل تأكيد، شكرا لك مراسلنا خالد كبة كان معنا من الكويت، والشكر موصول أيضا لموفدنا سلطان البادي ولمراسلنا سعد العنيزي كان معنا من الكويت. شكرا جزيلا لكم.